بيقول لها لولا أنا ألف 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 مبروك، وهي بتستاهل الشاب اللي لقيته العريس اليوم اللي هو مثل القمر، وبيستاهل وإن شاء الله يا ربي يقضوا أيام كتير حلوة. اختارتني وأنا كتير بقدر إنه مشطب هيدا اليوم، لأن هيدا اليوم كتير مميز عند أي عروس. ما حابة هي اليوم تطلع أبدا غير إنه مثل طبيعتها، مثل الأيام العادية، حتى بومبين من فوق ما عملت، اشتغلنا شوي على شكل الطرحة، الطرحة والفستان كتير حلوين، فمش عملنا كتير عادي. هي شعرات بسم الله عباية وطوال، يعني خلينا ضحكتها وروحها الحلوة وجمالها، يعني هو يحكي كمان عنا الدنة الدنة الدا والورد مفتح عغدا، وين ما عطيوني ياكي يا جبال العالي يا هدا. زميلتنا واختنا ومنحبها كثير، نحن ما بيسعنا الا نتمنى لها الحظ، ان شاء الله تكون ايامها حلوه والله يوفقها. المفروض يكون عندنا عرسين السنه، كان في كريم اجلت وهلا لورا، الله يوفقها ويهنيها، بحبها لورا كثير لانه رفيقه وخطيبه، ان شاء الله تتوفق يا رب. لورا الف مبروك باسمي وباسم كل مين بحب لورا خليل. بدي أشكرك كتير، وبدي أشكر أكيد روتانا وكل أسرة روتانا والعاملين فيها والقيمين عليها. بدي أحيي بهالمناسبة الحلوة، أكيد بتمنى كتير 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 يكون بفرحتي صاحب السمو الملكي الوليد الأمير بن طلال. بشكره على كل شيء وبشكركم على كل شيء، وإن شاء الله عقبال اللي عايزين. اليوم أنت دخلت عالم المشاهير، دخلت عالم الأضواء، قديش حلو كتار هلأ عبر الشاشة كانوا بيحلموا وبيحبوا لورا، جيت انت وخطفت قلبها انت، وانت كنت حبيب القلب والنصف الاخر. اولك صار عندي عدوين كتير هلا. ما بعرف شو بدي اقلك، انه اول مرة انا هيك بطلع لايف على الهوا، بس انه بحبها و that's it. ها قصة حب قديمة، كنتوا سوا على مقعد واحد عم تدرسوا بالجامعة، وفرقتكم سنين ورجعتوا لبعض. ما خلص هيك، لا لا أكيد كنا نعرف معرفة سطحية وافترقنا بالجامعة، بس ورجعنا التقينا بحب كتير قوي كتير كبير، وإن شاء الله يا رب نقدر نستمر. هل بيوم من الأيام بتفكر إلا لورا خلص اعتزلي الفن وعدي بالبيت؟ أكيد لا، هذا الاختيار دائما بقوله لإلها، هي بتقرره. هلأ بدنا نعرف شهر العسل وين حيكون. هيدي طويلة كتير أشهر عسل. يعني هلأ الليلة اليوم تتركونا وين رايحين؟ وين تقضوا ببلشوا شهر عسل؟ اليوم بلشين بالمزار، على الويكند طالعين على السويس، على سويسرا، وبعد حنرجع لبنان، حنطلع أستراليا لجمعتين. أول شيء بدنا نتعرف على وين نجيب قاعد، وين بحب وين بيشتغل، وين هو وين خلقان. شو ممكن تغردي هلا اغنيه بتعبر عن احساسك هلا انت ونجيب؟ يا ريت تقدروا تاخذوها، حغنيها من البومي الجديد، حغنيها مع البنت. بالرفاه والبنين، واكيد عبر نشاطنا رح تتابعوا العديد من المناسبات الحلوه والخاصه لنجوم الغناء العربي اللي بتحبوهم. كان معكم عماد هواري، روتانا بيروت.